وأكد رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي الدكتور سعد القصبي أن تطبيق الكود على قطاع البناء والتشييد سينعكس إيجابا من أجل تحقيق السلامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية، وهو قطاع محرك لاقتصادنا السعودي، فبالتأكيد تطبيق الكود سينعكس إيجابا على هذا القطاع، أولا في تحقيق سلامة أكثر للمباني وحماية المستفيدين من هذه المباني، ثم أيضا الارتقاء بجودة هذه المباني وجودة المواد المستخدمة في البناء والمتداولة في سوقنا السعودي، وهذا بإذن الله تعالى نتطلع أنه يؤثر إيجابا على تعزيز القدرة التنافسية لصناعتنا الوطنية في هذا القطاع.